السلام عليكم. قصة النهاردة عن ملك كان بيحكم أحد البلاد، وفي يوم من الأيام كان في رحلة برية، ومن كتر المشي لما رجع من الرحلة رجله أصابها شيء من التورم، لكن هو بيحتاج إنه يخرج يتمشى في عاصمة البلد ويقابل بعض الناس، فأصدر قرار بتغطية شوارع البلد بالجلد الطبيعي. فأحد المستشارين بتوعه قال له: طب ليه نغطي شوارع البلد كلها؟ احنا ممكن نعمل ليه قطع جلد تلبسهم في رجلك. ووافق الملك ان يتعمل له زي نعلين من الجلد، يقال ان ده بداية صنع الأحذية. الملك كان عايز يحل مشكلة رجله بالتصرف على البلد كلها، لكن الحل كان اسهل من كده بكتير. الحكمة من القصة دي انه في ناس نفسها تغير العالم وما بتعرفش، وفي ناس نفسها تغير من بلدها، وفي ناس نفسها تغير من عيلتها، وفي ناس نفسها تغير من أسرتها، لكن الصح إن الإنسان يبدأ بتغيير نفسه الأول، وإذا تغير للأفضل يشوف بعد كده أسرته، وبعد كده عيلته، وبعد كده بلده، وهكذا. لو أنت بتنتقد اللي حواليك، هل أنت وإنتي راضيين عن نفسكم؟ أحد المفكرين بيقول: الكل يفكر في تغيير العالم من حوله، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. وتغيير الشخص من نفسه مش بتغيير اللبس أو المكان، ولكن التغيير يبدأ من الداخل، بتغيير الأفكار وتغيير التصرفات. ياللي مش بتصلي، وياللي مش بتصلي الصلاة في وقتها، وياللي مضيع الفجر، وياللي بتشرب سجاير، وياللي مش بتذاكر، وياللي كلامك غيبة ونميمة، وياللي بتعامل مراتك وحش وبتعامل أصحابك كويس، وياللي وياللي وياللي، كلنا عارفين تصرفاتنا. نبدأ بتغيير نفسنا الأول للأفضل، ونقف شوية عن النقد. أيوة كلنا عايزين نغير اللي حوالينا، بس خلينا برضو نبدأ بتغيير نفسنا. ابدأ بتغيير نفسك للأفضل عشان يتغير حالك للأفضل إن شاء الله. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم.